علاش جينا كنحتاجوا، علاش درنا هذا الاضراب اللي ما يقارب 3 اسابيع، ماشي حيتاش بغينا الزياده في الاجور كما تروج لذلك بعض الجهات. نعم هذا مطلبنا، يعني يطالب به رجال ونساء التعليم منذ زمن، لكن ماشي هو المطلب الاساسي. انما المطلب الاساسي ديالنا حاليا جينا نحتاجوا لانه وصل السيل الزبا، لانه وصل الموس يعني وصل السيل الزبا، وجينا كنحتاجوا ضد النظام الاساسي الجديد المشؤوم. هذا النظام اللي كنا متفائلين به، خصوصا مع قدوم وزير بن موسى باعتباره رئيس نموذج التنموي، وكنا تفائلنا بخير وقلنا بانه غادي يجينا غايجيب لنا واحد النظام اساسي اللي هو محفز للرجال ونساء التعليم، ولكن السيد بن موسى خيب امالنا، وبالتالي جينا كنحتاجوا ضد هذا النظام الاساسي اللي جاب مجموعه من المهام اللي هي عامه غير دقيقه، يعني غير دقيقه، واللي كانوا رجال ونساء التعليم كيمارسوها بشكل تطوعي، ولكن دابا تفرضت عليهم وبدون اي تعويض. كذلك جينا كنحتاجوا ضد النظام الاساسي باعتبار انه جاء بصفحه ونصف من العقوبات، ما كاين غير العزل، الاحاله، الاقتطاع، يعني واحد المجموعه ديال المصطلحات اللي هي لا تليق برجل التعليم ومراه التعليم. جينا كذلك كنحتاجوا ولا كنطالبوا بتسويه جميع الملفات الفئويه العالقه، وعلى راسها ملف الاساسي الذي المفروض عليهم التعاقد بالاحرى، وملف حامل الشهادات، شهاده الماستر وديبلوم مهندس الدوله وما يعادلهما. بخصوص الوقفه التي قمنا بها اليوم، هذه كانت ردا على التضليلات الاعلاميه اللي تنشرت خلال هذا الاسبوع والاسابيع المنصرمه، كذلك للتعبير عن رفض ديالنا على مقتضيات النظام الاساسي المجحف اللي تم تمريره بشكل غير قانوني، بشكل غير مشروع، بعدم استشاره وادراج وادماج الشغيله التعليميه كجسد واحد وكمشارك في القرار. وكذلك احنا كنندوا للحكومه المغربيه ولا الوزاره المعنيه، اي وزاره التربيه والتعليم، انها تعيد النظر، تعيد الحساب في هذه القضيه. هذه قضيه التعليم هي ثاني قضيه كتهم المغرب من بعد قضيه الصحراء، وقضيه مهمه حيويه لانجاز وتنصير وتفعيل جميع المشاريع الاقتصاديه، الاجتماعيه، التنظيميه الى والثقافيه الى اخره الى اخره. فنحن ندعو جميع الهيئات وجميع المسؤولين، سواء في الوزاره او سواء في النقابات او سواء في التنسيقيات، الى الالتحام في كلمه واحده وانصار قضيه التعليم بالمصلحه الفضلى. تنفيذا لقرار المجلس الوطني في بيانه الاخير بتصعيد ضد النظام الاساسي ومضامينه المجحفه في حق اساتذه واستاذات التعليم الثانوي والتاهيلي، خاضت التنسيقيه اشكال نضاليه هذا الاسبوع. طبعا هذه الاشكال هي امتداد لبرنامج مرحلي تاخذه التنسيقيه، يعني هذا الاسبوع خدنا 3 ايام من الاضراب، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، توج اليوم بوقفه احتجاجيه امام المديريه الاقليميه. التنسيقيه الوطنيه لاساتذه التعليم الثانويه تاخذ نضالاتها منذ الموسم الماضي، منذ توقيع الاتفاق ديال 14 يناير، وايضا قبله الاتفاق المرحلي اللي كان هناك واحد التغييب ديال هذه الفئه وحقوقها ومطالبها المشروعه، اللي كتمثل مجموعه المطالب، منها تفعيل الدرجه الممتازه، تفعيل عفوا الدرجه الجديده، يعني تفعيل ديال اتفاق 11 يناير 2011، 26 ابريل 2011. وطبعا هذا كيجي في اطار تحسين الدخل، يعني الزياده في الاجور اللي ايضا لمواكبه هذه التغييرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والزياده في الاسعار وما الى ذلك. ايضا في اطار العداله الاجريه، نلاحظ ان الحكومه وايضا مجموعه من القطاعات هي في اطار مخرجات الحوارات القطاعيه، هناك زيادات وتعويضات، زياده في الاسعار في الاجور، لكن التناول التاهيلي لم يستفد ولو درهم واحد في اطار هذه المفاوضات اللي خدت واحد بعض النقابات مع الوزاره. يعني التناول التاهيلي لم يستفد ولو بدرهم واحد على مستوى تحسين الدخل، على مستوى التعويضات النظاميه، ولا في اي مطلب من مطالبه. وهذا اللي جعل ان هذه الفئه تخرج عن صمتها وتعبر عن رفضها واستنكارها لهذا الاقصاء الممنهج ضدها.
تقول.